Donc je répète, hier on a traité la partie concernant ce qu'on appelle use case. Le use case, il y a le cas d'utilisation. Donc chaque système, il possède un ensemble de cas d'utilisation. Le logiciel, c'est que tu logiciel, اللي كيقوم بها هذه هي الاولى شنو غادي يدير دونك سواء كان سيت ويب علاش دار هذاك السيت ويب واش فيترين نبينو به لي برودوي ولا نديرو به مثلا لي زانسكريبسيون مثلا بوا با تبعو به لي كوموند تبعو لافونس اون فونس مثلا ديك لا كوموند المهم شنو يعني بالضبط شنو كاين حتى لابليكاسيون الا كانت ويندوز علاش دارت دونك شكون غادي يدخل ليها مع شنو تدخل ليها شنو غادي يدير في وسطها هادو معلومة ديال مجموعة ديال المعلومات كنطرحوها في الأول خصنا نفهمو علاش حتى إلا كانت أبليكاسيون موبيل نفس الشكل خصنا نعرفو بالضبط هاديك لابليكاسيون شنو المهام اللي كتقوم بها من جهة ومن جهة أخرى شكون اللي كيدخل لديك المهام شكون اللي كونسيرن شكون اللي كونسيرن لذا أول حاجة خصنا نفهمو هو خصنا نديفينيو مزيان ce qu'on appelle use case. C'est un défini, voilà. Pour une bonne définition, qu'on nous fait l'idée, c'est l'objet, l'objectif de ce logo. Donc, au premier, chaque use case, les gens qui ont été mis en place par l'ordinateur, ou le système de l'ensemble, va rendre le wasf. Donc, le wasf, اول حاجه غنلقاوها هو كل يوز كيس كل حال كل دور غنعطيوه اسم ولا تيتر دونك هذاك لو تيتر خصو يبدا ب ان فيرب ان فيرب علاش باش نبينو بانه فيه اي شي حاجه خصها يقوم بها السيستم دونك شي حاجه خصو يفعل هذاك لو سيستم دونك سي اون اكسيون ا رياليزي لذا il doit commencer par un verbe. Donc par la suite, grâce à tout le temps, il y a un objectif. Il n'y a pas de temps pour rien. Je vais dire qu'il y a un temps pour le temps. Il y a un temps pour le temps. Mais qu'est-ce que l'objectif dans le temps? On ne sait pas. L'idée, la première chose, c'est de savoir ce que c'est le use case. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'objectif de moi? C'est l'objectif. Thalitain, on sait ce qu'on a les acteurs. Qui dit acteur, il y a le concerné par le use case. Le premier concerné, qui est l'acteur principal. Donc, l'acteur principal, c'est lui qui va normalement exécuter le use case. Ou le data alors le use case. Donc, l'idée, chaque use case, il doit avoir obligatoirement son propre acteur. Donc, tout use case a un acteur, il y a là, d'arori. Sinon, on ne sait pas ce qu'il y a use case. Donc, non, use case, d'or, il y a un logiciel. Et dans ce d'or, il y a un use case, on s'en doit le moussamil. Le moussamil, il y a un sefa, il y a un d'or, il y a un sefa ou un. واحد الاسم جينيرال كيدخل به بحال دابا كنا الدور ديال ب10 ونقولوا مثلا المشتري مثلا الدور ديال المسافر اللي غادي يدخل باش ياخذ ريزيرف بي دونك مسافر دونك على حسب الدور كنسندوه لواحد البطل اللي هو لاكتور دونك ضروري يكون عندنا ان اكتور برينسيبال اوبليغاتوار لاكتور الثاني كيتسمى سكوندار لاكتور الثاني يقدر يكون يقدر ما يكونش دونك جينيرالمون لو دوزيام اكتور كي لاكتور سكوندار الى ادمينستر لو سيستيم هو اللي كيعاوننا باش هذيك اليوز كيز تمر في احسن الظروف هو اللي كيعاونها كيعاون شكون كيعاون لاكتور برينسيبال لذا يقدر يكون يقدر ما يكونش يقدر يكون واحد جوج ثلاثه زيرو صديق إذن كل يوز كيس عندها ان اكتور واحد برينسيبال ولكن يقدر يكون بزاف لي زاكتور اللي هما سكوندير يقدر يكون
رابعا اليوز كيس باش يمكن تيكزيكوتا داك الدور اللي باش يتيكزيكوتا شنو الظروف اللي خص تكون قبل شنو هما لي بوست لي بري كونديسيون شنو هما لي بري كونديسيون شنو هما الشروط اللي خص تكون متوفره قبل ما نبداو داك اليوز كيس ديك المهمه بحال شنو هما الشروط باش المهمه تنفذ دونك كل مهمه عندها شروط اذا خصنا نذكروا هذيك المهمه شنو الشروط دونك كما قلت بحال كا اكزومبل غنسوقو ان سيستيم كي فا جيري لي فونت وغنبيعو البرودوي دونك باش يتبع البرودوي البرودوي غادي يتبع في الموجيسيال اذا خص الكليون يجيب معاه داك المشتريات ديالو داكوغ غندخلو مثلا الكاب غيشي اوتوماتيك دونك نورمالمون لو كليون يدوا افواغ لا كارت دون بار يل دوا لانسيري دونك لانسيرسيون ديال لا كارت او نيفو ديال الكارت غيشي سي مانويل ما كتوتوماتيزاش لذا هادي سي اون بري كونديسيون سي اون بري كونديسيون ضروري خصني انسيري لا كارت عاد هاد لاكسيون تخدم الا ما انسيراش لا كارت ما يمكنش تخدم دونك هادي سي اون بري كونديسيون دونك سون لي كونديسيون لي سير بور كو لو كان d'utilisation s'exécute. Cinquièmement, je n'ai pas le scénario nominal. On va dire que le scénario nominal, tout simplement, n'importe quel use case, on a une marahi. C'est le seul de la marahi qui est là. On a une couronne, on a une sefa, on a un isme, les words qui me gonnent fonctionnent. Idem, هنا يمكن لينا نبداو نقولوا فوالا بعد ما كنبداو نقراو الكي تشارج كنبداو نجمعوا من هذاك الكي تشارج شنو هما المراحل اللي داخله في ديك اليوز كيس هنا خصنا نميزوا بين المراحل اللي هي ضروري خص يدوز منها اي واحد كما كان نوعو دونك هذوك تدخل في السيناريو اللي هو نوميرا وكاين مراحل اللي كتكون استثنائيه دي زيتاب اكسبسيونيل سبيسيال سولون دي كونديسيون عادي يمكن يتنفذ هنا كيدخلوا في لي سيناريو الترناتيف و بارفوا كاينين دي مراحل اللي هما كيكونوا جوست يعني اكسبسيون كتبقى عقليين دونك هنا يمكن لينا ندخلوها حتى هي ضمن السيناريو ديال لي اكسبسيون اذا كما قلت كاين سيناريو نورمال هي المراحل اللي كيدوز منها طبيعيه ما فيها لا مشاكل لا والو وكاين مراحل اخرى اللي كتدخل في بعض لي كونديسيون في حد الشرط واحد الشرط كنلجؤوا ليها هذيك كتدخل في لي سيناريو الترناتيف ولا الترناتيف باردون الترناتيف سينو كاين لي سيناريو خاصين بلي زيكسيبسيون دونك لي زيكسيبسيون يعني اون كا ديغور شنو هما لي شنو هما لي زالتيرناتيف ولا شنو هما لي سوليسيون بروبوز فوالا لذا كندخلو ضمن هذيك ليكسيبسيون كيما قلنا وفي اخر المطاف كنشوفو سكون ابل لي بوست كونديسيون يعني في هاد سميتو في هاد الريبريك كنحاولوا نلقاو شنو هما الحوايج اللي ولا شنو هما يعني شنو هما الحاجات اللي غادي تبين لينا بان هذيك اليوز كيز كملت دونك شنو اللي كيميز بان اليوز كيز دازت في احسن الظروف لذا كتسمى بوست كونديسيون بوست كونديسيون مثلا لوكا ديال الديجي غوتري دارجون هي نكون خديت فلوس تيليت هزيت خديتها من الكيشي دونك نتيري الفلوس بيدي مانويل ناخد تيكيت مانويل حتى نمشي نشري السلعة من عند سي بغون سيرفاس باش نعرف بانني كملت شريت السلعة هي تكون سلعة بين يدي خديت هزيتها وعندي التيكيت ديالها دونك راني شريت فعلا كملت يعني السيستم سهل المهمة ديالو
بالضبط في ديك اليوز كيس اللي هي ايفيكتيواجي. دونك هادو كيتسموا لي بوست كونديسيون. لي بوست كونديسيون يمكن لينا نزيدو فريكونس بيرفورمانس، غالبا ما كنديروش بزاف. فريكونس هي كنشوفوا هذيك المهمه ولا ديك اليوز كيس شحال من مره كتعاود وداك الشيء، يعني كنشوفوا تقريبا شحال من مره بلوزوا كنحكموا على. وبالنسبه للبيرفورمانس ركيز شنو هما الحوايج اللي خاصها حتى هي تكون حاضره باش لو سيستيم يكون يدوز في احسن الظروف، من ناحيه السيكوريتي، من ناحيه بارا دو شوز، يعني كناخذوا بعين الاعتبار. هذا غنشوفوا هادشي كلشي باش نصوبوا على اليوز كيز. دونك اليوز كيز باش نقول عندي واحد اليوز كيز كندوز من هذا الوصف، ولكن باش نوصفها خصنا نطرح واحد المجموعه ديال الاسئله. دونك لقيت اليوز كيز، ولكن باش نتاكد بانها هي ولا ماشي هي، وحتى دوك المعلومات باش نعمرهم كنضطر نجاوب على هاد الاسئله. دونك il faut se poser la question. Quelles sont les grandes fonctionnalités d'une part attendue du système? Donc, هنا باش pour ne pas tomber dans واحد défaut use case، يعني use case ولكن هي ماشي حقيقية، ماشي ضري. علاش؟ لأن ماشي ضري، ني با فوندابل، ما دارش السيستم دار على قبل هذيك ثانوية، بحال شي حاجة ثانوية، وأنت مشيتي اعتبرتيها رئيسية. بحالاش؟ بحال دابا ممكن نقول أنا مثلا افواغ تيكي عند مثلا غون سيرفاس مرجان ولا بيم راه يوز كيز. لا، انا كنمشي ماشي باش ناخذ تيكيتا، كنمشي باش نشري، ولكن ضروري باش تشري راه ضروري يعطوك الورقه عادي. دونك الا ما عندكش ورقه راه ما شريتيش، خصك تكون عندك الورقه على انك كتشري. دونك لذا هادشي كلشي باش علاش هاد الاسئله باش ما تواجدش مع لوجيسيال في بزاف اليوز كيز، ولكن في الحقيقه راه يمكن لينا جمعهم في واحد اليوز كيز اللي هي وحده ودير كاع هاد العمليات. بحال دابا مثلا كاكزومبل ديال هاد لي غروند فونكسيوناليتي. بحال دابا الكليون بالنسبه مثلا الكيشي اوتوماتيك هو داك الشخص اللي عنده لاكارت. دونك هذاك السيد ديال لاكارت نورمالمون خص واحد السيد اخر اللي يدخلو للسيستم. لذا هاد لوبيراسيون يمكن لينا نسميوها جيري بروفيل، كيقوم بها لاكتور اللي هو ادمين. دونك جيري بروفيل اش داخله فيها؟ داخل فيها اجوتي ان نوفو كليون، سوبريمي ان كليون، موديفي كليون، ولا بوركوا با مثلا انسيري ان نوفو كليون، قلنا افيشي كليون. المهم لذا جيري كليون ولا جيري بروفيل، دونك نقدروا نقولوا كيما قلت جيري بروفيل، يعني غندخل لكل كليون غندخل ليه بروفيل، المود باس ديالو، لوغين اكسيتيرا، مجموعه ديال لافورماسيون. دونك لذا خصني ندوز باجوتي، نزيدو ونسوبريمي ونموديفي، ربما نافيشي. لذا لاجو بوحدها ما يمكنش نعتبرها كيوز كيز. حسن ندير واحد اليوز كيز ونجمع فيها اجوتي وسوبريمي وموديفي في يوز كيز وحده ونسميها جيري بروفيل. دونك انا السير ديال البروفيل ديال دوك الصلاحيات، السير ديال الصلاحيات ولا تدبير الصلاحيات، راه عندي الاحتمالات، اما غنزيدو فواحد لاكان جديد، واما غنموديفي فواحد لاكان عندي قديم، واما نسوبريمي لان كان قديم. لذا حلا غنجمع بزاف الطروفا ديال المهام في مهمة وحدة غنسميها جيري بروفيل. فهمتوا اش قلت؟ مثلا جيري برودوي، فاش كنبغي نجيري برودوي خصني ندخلو نانسيري، خصني نموديفيه حيت لا كان قديم نبدلو ونبدل المعطيات ديالو، وخصني بوركوا با نسوبريمي فحال لا مابقاش عندي في ستوك. لذا هاد المهمة يمكن لينا نديرو اجوتي بوحدها، موديفي بوحدها، سوبريمي بوحدها،
كيقول لك لا احسن دير جيري بروفيل جيري برودوي وكوم سا تجمع فيها كاع هذوك لي تروفا ديال اليوز كيس وكيكون عندك بحال غتسويتشي غتكون عندك احتمالات على حسب الاحتمال اللي غادي يصار غادي تدخل بالضبط هذاك الطرف اللي بغيتي فوالا اذا هذا هو لي غروند فونكسيوناليتي اتوندو دو سيستم دوزيام كيسيون كون دو بوزي Est-ce que le système doit informer une personne ou un dispositif extérieur lorsque son état interne est modifié? Donc, ben, demain, qu'il y a un système qui fait une réaction, ou est-ce qu'il y a une chose à la barre? Est-ce qu'il y a une chose? Il y a des acteurs secondaires, il y a d'autres acteurs. Il y a un acteur qui a été en France. Donc, il y a un acteur qui a été en France. Donc, il y a un دونك انا طلبوا مني المود باس كسبتو ولكن واحد الوقت كيقول خلصت دونك شوف قاع راه اكيد السيستم مشى لتاج البنكة باش يتاكد بان الهويه ديالي ومن جهه خصو يتاكد بان عندي سيفيزامون بصور بور بيي اذا هنا نورمالمون لو سيستم الى انفورمي ان اوتر سيستم كوم كوا جي افكتوي ان اشا وخدا لوكي خدا لوكي البنكه ديالي عطات لوكي لهذيك السيستم باش يقتطع داك لا فالور اوتر شوز لو سيستم دو تير انفورمي ديفيلمون اكستيريور دونك لو سيستم دو تير دو تيل اتر انفورمي ديفيلمون اكستيريور سو برودويزون دون سون انتوراج بارفوا لو سيستم خصو يكون سونسيبل ميم حتى لاكستيريور داكشي اللي كيبقى على برا خصو يكون هو حتى هو او كور باش تكون ليفوليسيون باش يكون لا ميزا جو دونك اي ايفينمون بارفوا خصو يحس بها بحال دابا يعرف سورتو لك لي كونسير هادشي علاش نورمالمون هنا غادي يكونوا دوطر اكتور كيما قلت سكوندير اللي كي فون انترفوني اون كاتريام ليو اون فوا سو دوموندي ا لانتيريور دو لا ماشين اش كيوقع L'IDA, on va se poser la question, est-ce que le système, il stocke les informations ou est-ce qu'il se gèle les informations, oui ou non? Donc, on a dit qu'il y a des données, ou qu'il y a des données. Donc, on va se demander, est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des choses? Les use cases, c'est qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de la chose. Donc, maintenant, comme je disais, on a fait la carte, on a fait la somme, ou est-ce qu'il y a des choses? باش ديك لا سوم غادي تمشي كيف باش غادي يعرف هو لا سوم اللي طلبت انا عندي في الكونت ولا ما عنديش اذا علاش كيلجا وفاش خليت الفلوس واش سجل ولا ما سجل فين سجل دونك واش السول ديالي نقص ولا ما نقصش وبعد خطرات مثلا ما تيريتش وقع شي مشكل في داك لو سيستيم ورجعت لي خرجت لي لا كارت دابا واش لوبيراسيون تسجلت ما سجلتش اش وقع فهمت واش قلت مثلا خدام اون كور ديكزيكسيون اش وقع مشى الضو والمشكل انا اما كنكون في ليطاب ديال خديت الفلوس او لا ليطاب قبل ما جست قبل ما ناخذ الفلوس قبل ما ناخذ يلا غناخذ الفلوس تبلوكا السيستم دابا هنا واش فعلا الكونت ديالي نقص منه لا صون ou non. D'accord. L'idée est une question qu'on pose à un homme pour qu'il les détails de l'use case. Dabba on va dire retrait d'argent. Mais on va prendre une situation d'exception. De dire qu'il n'y a pas de dommages. L'idée est normalement ça dépend. Là, l'hisab qui nous a dit le journal de transaction ou le cahier d'âge. Le journal de transaction, c'est là qu'on se fait un match. كديكلارو السيستم كوما راه وقع مشكل بان دونك انت خصك تلجا لغد لي عند البنكه وتقول لهم راه تخدات ليا لاكارت ما خرجتش دونك بالتالي ما خرجش فلوس دونك هو خصو يمشي يمشي يبدل فحال لا تسجل داكشي بحال يتانيولا باش يعترفش لك بهذيك الفلوس اللي نورمالمون راه في حق راه خديتيها بحال خديتيها لانه هو عطا لوكي ديستريبيتور بدا كيحسب الفلوس باغي يخرجها ومشى وقع بلوكاج
دونك راه ما عطى لوكي انه يبدا يحسب الا راه صافي تسجلت عليك، ولكن انت باقي ما خديتيش فلوس. يعني في حقك راه الكونت راه فيه حاجه، ولكن غير انت ما خيتش، يعني لاتا كتسمى ترانزاكسيون ما تمتش، الصفحه ما كانت ام جي هكذا ما كاملاش، اذا خاصها تانيولا كومبليتو، انت ما تاخذش فلوس وهما ما يقيدوش كابونك. اوتر شوز لا ميزا جو، كيما قلنا فاش الصول ديالي غناخذ منه خصو يتقاد، دونك خصو يتنقص، غادي ندفع فيه خصو يتزاد، دونك سي سا لا ميزا جو. ولا بارفوا ايل بوتيتر دي تخويت هذيك لافورماسيون بعد ما خدمنا بها سالينا صافي لافورماسيون خاصها تحيد صافي ما عندنا، يعني ما تبقاش بحال دابا مثلا درت لا كوموند داك الباني اللي كنت استعملته صافي كيت ليبيرا، يعني بحال لي بلو يوتيزي. لذا غندوزو دابا سيت فوسي شاك كا ديوتيزاسيون اون دوا لا ريبريزونتي دون ان ديياغرام. دونك بوميير ديياغرام اللي غادي نشوفو هو سكون ابل ديياغرام دو كا ديوتيزاسيون. لذا سي كوا كوم ديفينيسيون؟ سي اون ريبريزونتاسيون غرافيك سو فورم كونتكستويل، كنشوفها من الكونتكست ديالها من جلوبالمون من الفوق دو هو نيفو، كنشوفها من الفوق ما كنشوفو الديتاي لذا ديال هذاك السيستم اللي هو غادي تموديليزو اللي غادي نديرو ليه ندمجها. دونك من جهة هاد لو دياغرام إل بيغمي دو ديفينيغ أول حاجة دو مانيير بريسيز لي فرونتيير، السيستم ضروري خاصو يتحدد يكونوا دي ليميت. دوزيام شوز il va montrer l'interaction entre le système مع العالم ديالو اللي خارجي اللي هو l'environnement extérieur. Bien sûr l'environnement de HFA فيها les acteurs. دونك هذاك لي يوز كيس كاين نص داك السيستم كيتعاملوا مع الاكستيريور اللي هما لي زاكتور. دونك لي هاد ديياغرام دو سيكونس كيبين ليا السيستم وشكون اللي كيتعامل معاه، سواء كانوا اكتور برينسيبال او لا كانوا دي زاكتور سكوندار. و ان ميم طون هاد ديغرام دو كاد ديتيزاسيون كيبين ليا الداخل ديال السيستم وكيبين ليا سو كون ابل لي ديبوندونس اونتر يوز كيس، يعني اليوز كيس اللي معتمدة على واحد اخر سو كون ابل ديبوندونس اونتر يوز كيس. Voilà. Et donc, head le schéma, il nous montre d'une façon générale. Je connais moi les acteurs, mais moi qui je connais les origines, l'environnement. Ou deuxième chose qui dit, il y a les cas d'utilisation. Donc, il y a deux acteurs, acteur 1, acteur 2. Il y a trois cas d'utilisation. Il y a cas d'utilisation 1, cas d'utilisation 2, cas d'utilisation 3. On peut être l'interaction entre acteur مع cas d'utilisation. حل لو كان ديال l'acteur 1 عنده الحق في cas d'utilisation 1 وعنده الحق في cas d'utilisation numéro 2. اما l'acteur 2 عنده juste le droit في المنيو ديالو كاين وحده كاين هي 3 cas d'utilisation 3. و en quatrième lieu كيبين ليا la dépendance entre ce qu'on appelle cas d'utilisation. دابا كتبان لي بان الكا ديتيزاسيون 1 محتاجه للكا ديتيزاسيون 2 والكا ديتيزاسيون نيميرو 3 محتاجه للكا ديتيزاسيون نيميرو 2. دونك هذا هو سي لو ديغرام دو كا ديتيزاسيون. اش خاصو؟ خاصو لي ليميت. دونك السيستم كله كنليميتيو كنقولو ها السيستم، شكون هو السيستم؟ هو اللوجيسيال. دونك ها اللوجيسيال هو هذا، وانا اكتور، لاخر اكتور، لاخر اكتور، كاين فينا اللي برانسيبال وكاين اللي فينا سكوندار. دونك بصفة عامة بحال كندير واحد بحال كيما كان عندكم في شفتو في كامل سوبر سيرفيس ولا شفتو كيعطيك واحد النص وكيقول لك فوالا عطيني الافكار الرئيسية. تمام، دابا اللوجيسيال كامل كنقول شنو المهام الرئيسية اللي كيقوم بها، نحطها النص في الريكوم وكنقولو شكون المستعملين دوك ديال المهام،
هما لي زان اللي هو عنده علاقه مباشره مع هذيك اليوز كيس كنسميو برينسيبال. اللي هو عنده علاقه غير مباشره هاك ادمينس تاعو كنسميو سكوند. صافي شنو au niveau ديال الديغرام ce qu'on appelle de use case. هذا الديغرام عندكم تيان غادي يكون اول ديغرام غادي تطلبوا اكيد يدير. اذا cette fois-ci نمشيو دابا نشوفوا لي زانتراكسيون انت اكتور او كان ديتيزاسيون. دونك لي دابا نشوف لاكتور من جهه اللي هو مثلا كليون وعندو علاقه مع واحد اليوز كيس الاولى اللي هي فوتري دارجون غادي تيلي فلوس وإما il dépose هنا لارجون. هنا بالنسبة لهذا الكيشي يمكن لينا ناخذو كيما يمكن لينا ندخلو الفلوس وسط الكيشي هي هذيك ديبوزي ارجون. وبالتالي بالنسبة للدوزيام اكتور بنكي شنو الدور ديالو هو انه كيعرف الحسابات ديال الناس يمكن كونسولتي لي كونت. اذا الانتراكسيون سي كوا سي اون اسوسياسيون sur la forme de liens éventuellement orientés dans le sens de l'interaction. Donc, ils diront tout simplement relation bien le client, mais l'use case. Donc, là, il y a des relations. Nous, là, on tient bien le client, mais retirer argent, bien le client, mais déposer argent. Avec la relation, il est représenté par une seule association. Mais il représente l'ensemble des événements. Il y a, on a vu qu'il y a un star واحد, on a vu qu'il y a un star واحد, il y a un كبير. D'abord, donc, la roue retire l'argent. Quelqu'un a vu qu'on va retirer le flux. Alors, on a vu que le système est pris sur le flux, on a vu que 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 le حتى لو بغيت نديبوزي لارجون غنمشي ندخل الفلوس للبنكه غادي يقول لي اول حاجه ديال لاكار دخل النمره وغادي يقول لي اعطيني فلوس كتب لي العدد وتاكد بان الفلوس هي وانزل. لذا كندير تو سامبلومون ان سول تخيك. وبالنسبه حتى داك السيد باغي كونسلتي السولد غادي يقول لها كونسلتي السولد يقول لي اش من كونت غادي يقول لي هذا الكونت غادي يقول لي اعطيني لي دات بين وبين وانزل. C'est clair. Idem. L'association peut comporter des cardinalités. Les cardinalités, il y a un client retiré qui est 1-1. Ou bien un client déposé qui est 1-1. Ou bien un banquier ou consulté étoile, consulté compte qui est 1 étoile. 1 étoile, 1 il y a un numéro, étoile qui est un numéro. Hadchi, il y a le cardinalité. نصيحه بلا ما تسدوا راسكم او نيفو ديال هاد المسكين ما كنستعملوهاش بزاف ما كداش بزاف حنا ولكن غنستعملوها في سكون ابيل ديغرام دو كلاس. ديغرام دو كلاس غنستعملوها بزاف هنا بين اكتور وهذا سي رارمون يوتيليزي ما كتستعملش بزاف. المهم غندوزو دابا سيت فوا سي بين كا ديتيليزاسيون كا ديتيليزاسيون كاين ديبوندونس. شنو الانواع ديال لي ديبوندونس اللي كاينين كاين ثلاثة. بروميير ديبوندونس هو ديبوندونس كتسمى ديتيليزاسيون. دونك اش كنعني به؟ كنعني به ان واحد اليوز كيز كتستعمل توتالمون واحد اليوز كيز اخرى. هادشي علاش كنسميوها ديبوندونس ديال الاستعمال. الاستعمال هي ايتيليزاسيون ديبوندونس يعني معتمد اعتماد ديال الاستعمال. إذن هاد النوعية ديال هاد ديبوندونس اللي هو ديتيليزاسيون شنو الدور ديالو سي دو ميتر ان فاكتور كنديرو التعميل ديالاش ديال واحد المجموعة ديال لي سيكونس ديفينمون مجموعة ديال لي زيفينمون أحداث واللي هي كتكون مشتركة أحداث مشتركة. دونك سي لا فاكتوريزاسيون d'un ensemble d'événements qui sont communs. Je m'explique. Il y a un événement qui fait de la place. Il y a un événement qui fait de la place.
ويوز كيس واحد اخرى ممكن نلقى واحد شي حاجه مشتركه بيناتهم ككود، وبالتالي كنشدو كنعملها وكنديرها كيوز كيس، وكنحاول ما يمكن كنربطها مع هذوك اليوز كيس اللي تابعين ليها. بحال كندير التعميم، عرفتو التعميم؟ عرفتو هاد التعميم؟ شي حاجه مشتركه بحال دابا 6 مع 8 بيناتهم جوج كعامل مشترك. إذن بحال غنديرو جوج في 3 وجوج في 4 مثلا، إذن جوج هي العامل المشترك. دابا عندنا كود الأول هو اليوز كيز الأول، الكود الثاني هي اليوز كيز الثاني. إذن شن نشلنا الكودات بجوج كنلقى واحد الطروفة نفس الطرف كاين هنا في اليوز كيز الأولى وكاين في الطرف الثاني في اليوز كيز الثاني. إذن اش غنديرو؟ هذاك بارتي اللي هي مشتركة كنشدها وكنديرها كوما بيناتهم، وكندير واحد لوبلاسيون باش نبين بأنها فعلا راه غتستعمل. دوزيام كا ديال ديبوندونس اللي هو كيتسمى ديكستونسيون. دونك هنا كاين على حسب الاسم تمديد، يعني عندي واحد الكود وكندير ليه تمديد كنكبرو. إذن اشنو كيوقع؟ هو اكسترناليزي، بحال كنخرج من الكود ديالي واحد الكود اللي ما كنستعملوش ديما. دونك اكسترناليزاسيون دو سيكونس ديفيرمون اكسيبسيونيل، كنستعملوها بالنسبه للاكسيبسيون مره مره. دونك هذا كيتسمى ديبوندونس ديكستونسيون، يعني عندي جوج ديال اليوز كيز وحده شاده في الاخرى وكاين ديبوندونس بيناتهم، ولكن اون بوفوار بان كندير واحد اكستان. اش كنعني باكستان؟ كنقول بان هاد الطرف راه تابع لهاد الطرف ولكن ماشي ديما مره مره. بالنسبه للاولى لا، عندي اليوز كيز الاولى عندي اليوز كيز الثانيه وبيناتهم واحد ليزون، هذاك الطرف الثاني تابع ديما في جميع الاحوال الطرف الاول، هذا الفرق. دونك غنرجع اون ديتاي باش نشوفو هادشي. بالنسبه لاخر ديبوندونس كتسمى لا ديبوندونس دو جينيراليزاسيون. دونك لا ديبوندونس دو جينيراليزاسيون اش كنديرو؟ كنشدو يوز كيس وكنديرو تو سامبلومون شي حاجه اللي هي مشتركه بيناتهم كاملين، بزاف اللي عندي مثلا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، هادوك نلاحظ بان كلهم عندهم نفس الكود، لذا كندير بحال لي غيطاج. شنو لي غيطاج؟ هو الورد، داكشي اللي مشترك كنخرجو على برا وكنوردو ليهم كاملين. انا مع الخوت ديالي وارتين نفس الاب نفس الام وارتين حتى داكشي ديالهم، وكاع داكشي اللي عندهم كجينات ك يعني معنوي معنوي مادي كلشي كنورثوه مع من؟ مع خوتي. اذا ولادي كيورثوا كلشي داكشي ديالي كلشي، انا هما انا ما كنورثش داكشي اللي عند ولدي كامل، لا عندها شي حاجه ما كنعطيش، هو ما كيعطينيش كلشي ديما الابن ما كيعطيش كلشي للاب حتى في الورث، ولكن هو كيورث كلشي. إذن هنا اون بارل دو جينيراليزاسيون، هنا داخل فيها واحد الهيطاج. نمشيو نشوفو الطرف الاول اللي هي ديبوندونس الاول اللي هو كيتسمى ديبوندونس ديتيزاسيون، نشوفو غرافيكمون كيفاش كنبينها. إذن اون انديك كان كا ديتيزاسيون اللي يتيز سيستيماتيكمون اي انتيغرالمون، دونك كا كتستعمل كا اخر سيستيماتيكمون يعني اوتوماتيك، يعني وحده كتغوت على الاخرى ضروري، وكتخدمها كومبليتمون انتيغرالمون، لانتيغراليتي ديال الكود كله كيخدم. اون سيكونس داكتيفيتي ديكريت بار ان اوتر كا ديتيزاسيون. دونك بور لا ريبريزونطاسيون كندير واحد لا فلاش بوانتيي، دونك سيت ان فلاش بوانتيي ايتيكيتي، كندير فواحد ليتيكيت كيكون فيها داك ستيريوتيب سميتو انكلود.
نعبروا عليها بهذا الانكلود شو هذا باش تبينوا بانه يوتيزاسيون اما ديروا انكلود ولا يوز يوزز انكلود دونك تو سامبلو علاش حنا كنقولوا هذه اللي تاكل وسط هذا اللي تاكل داخل الوسط دونك نبداو الكود ديال كارت ديتيزاسيون ولكن على مومون دوني كنضطرو نرجعو لهذا ونخدمو كامل وكنعاودو نرجعو فين كنا ونكملو دونك يوز كيس كتخدم في وسط الاخرى كود وسط كود شديناه كومان وخرجناه على برا قلنا هذا الكود بلا ما يبقى الكود كبير طويل كنا اشد فيه كنمشي نغوتو تاني على الفونكسيون اه نعطيو مثال باش تفهموا مزيان نعطيو مثال دابا مثلا بغيت ندير كليون نزيد كليون ولا باسيون بحال دابا مثلا باسيون جو فو اجوتي ان باسيون فاش نبغي نجوتي ان باسيون نورمالمون خصني نقلب على داك الباسيون واش كاين ولا لا تنقلب عليه تنقلب عليه عادي يمكن ليا لقيتو بلا ما نزيدو ما لقيتوش خصني نزيد هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ولا بغيت موديفيه ثاني لما نموديفي شنو نموديفي خصني نمشي نقلب عليه واش كاين ولا ما كاينش دونك نقلب عليه لقيتو غنموديفي ما لقيتوش ما ديما نموديفي بغيت نسوبريمي ثاني خصني نقلب عليه حتى نلقاه لقيتو غنسوبريمي ما لقيتوش ما عندي ما ندير بغيت نرافيشي خصني نمشي نقلب عليه لقيتو غنبينو ما لقيتوش ما عندي ما ندير اذا هاد العمليات كاملين لاحظتو كلهم فيهم خصني نمشي نقلب كاين واحد لا سيب روتين ديال غوشيرش اذا داك الكود اللي غادي يمشي يقلب لك تقدر تخرجو من الكود وتولي فين ما تبغي تخوت عليه كيجي اوتوماتيكمون يخدم وكيمشي بحال سي كلا كتخوت عليه كيخدم صافي من بعد كيمشي عاود ما يبقى الكود كبير بحال كتقص منه وكتفاكتوريزي كتفاكتوريزي كيتعمل كاين فهاد البلاصه وفهاد البلاصه وفهاد البلاصه وفهاد البلاصه كيما قالوا لينا بيرمي دو فاكتوريزي راه قالوا لينا في الاول اذا هذاك الكود مستعمل بزاف في البلايص بلا ما نبقى نعاود ندير لي كوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي كنخرجو على برا فين ما احتاجيتو كندير لي لابيل بعبارة اخرى بلوز او موان بحال غنتخيلو هو هذا الكود ديالنا Stylo, où est le stylo point dans le code. Où est le code? Un bien code. Voilà. Donc, quelle utilisation nous là? Où est le code bien? La trigue va dire, on va dire là, où est le code? La dire, quelle utilisation 1? Où est-ce qu'il est le 1? وعندي الكات يوتيليزاسيون دو هي هذه هي الكات يوتيليزاسيون دو دابا هنا كاين دي زيتا كنوصل حتى لهنا شي ايتاب هنا وكنغوت بحال كندير لها ابل غتشوف واحد ابل كتكون وكنغوت على هاد الكات يوتيليزاسيون كنغوت على سميتها هنا وكنعطيها دي زارديمون كمان اوتوماتيكمون اش كيبقى كيمشي هادشي كلشي بحال كيتانسير هنا كيجي وسط دونك كيجي تال هنا وكيبقى فوق كيحل هذا دونك هاد الكود هذا راه ديال هاد التحميل بحال كتحمل في شي اخر وكتقرا وتعاود تسدو وتمشي تاني تكمل الخدمة ديالك داكوغ دونك هكذا كتبداو ديرو تنتوما الكود
شغل تبدا تصومو هاد لي سيم روتين بحالكم غادي فاش دير غونشيرشي ولا اجوتي تقدر دير نتا بحال اون بروسيدور تعطيها سميه وغدير فيها واحد لارغيمون هذاك لي ليمون اللي كتقلب عليه غالبا كيكون واحد لاكلي كتغوت عليه بسميه لا سيم روتين ولا كلي ديالك اوتوماتيكمون كيمشي كيحل ديك لا طابل ولا شنو كيقلب عليها كيقلب على داكشي اللي كيجيب لك المعلومه كيجيب لك الروكات هاد الروكات كترجع لك هذيك الساعه كدير اللي بغيتي اما توديفي تبدل تبريمي يعني تاجوتي دير اللي بغيتي اذا هاد بين الغلاسون بين اليوز كيز الاولى والثانيه كنديروا واحد لاسوسياسيون على شكل فلاش ولكن بونتي لاحظوا راه بونتي لاحظوا الفلاش الاولى ديال بين لاكتور وكاديتيزاسيون فلاش نورمال هذيك نو اي لي بونتي سي بون ردوا البال وهنا كاين هاد لو ستيريوتيب سميتو Include. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un cas d'utilisation numéro 1, il utilise systématiquement un cas d'utilisation numéro 2. C'est tout. Donc, le cas de intégralement, totalité. Intégral, il y a les coûts de la totalité et systématiquement. Donc, les dents. Voilà, le cas d'utilisation source, lié à 1 de la dépendance, contient une référence. Il faut que le marge est. Il faut que ça, trier le cas d'utilisation ou avec le code. Donc, étape 1, étape 2, puis l'étape 3, c'est inclure. Obtenir automatiquement que tu dis وكي تبقى عادي يدوزو لي طاف كار ويكمل من بعد لو طرافي ديالو سي بون اذن ليكستونسيون لانكلوزيون الي سينيالي بار لو تكست انكلود ا ليتاب كورسبوندونت سي كلار هادي راه كاينه في البروغراماسيون دوبوي اكس طون قبل كان ميم حتى بالنسبه تخدم بالسي ما خدمتش بالسي ولا باش بيتون دونك ليدا نورمالمون غتشوفوا بان بيتون داكشي كاين ولا حتى في السي كندير واحد البيبليوتيك تسموه لي نيم سبيس لي نيم سبيس هاد لي نيم سبيس كتجيبو بيتون كتقدر ديفيني كاع ديولك البيبليوتيك ديولك تصوب نتا واحد بحال المين كتبقى تغوت عليها دابا عوض ما دير الكود كله في نفس الباج كتغوت على داك سميتها النيم سبيس وكتستعملها كومبليت داكا باش كتغوت عليها كاين كتستعمل بحال دي زابيل اما انكلود اما كاين واحد يوزين كاين بامال ديال امبورت وي امبورت على حسب الشارب كاينه امبورت ولا يوزين على حسب الشارب ولا الفيبي الفيبي كانت امبورت بالنسبه للسي شارب كاين يوزين بالنسبه للسي كاين انكلود اصلا كاين داكوغ دونك هادو سو سون دي تيرم اتيليزي باش نغوت على بيبليوتيك باش نغوت على شي سيب روتين دونك خصنا نغوت على لا ريفيرونس شنو لا ريفيرونس هو سميتها المرجع هي كيفاش مديكلاري اذا فوالا Toujours dans le cadre de la dépendance d'utilisation, donc là, il permet de, yani, de décomposer. Il va mettre à disposition une use case kbira, qu'on un cas d'utilisation lié plus simple. Par le cas de retirer argent, maintenant on a déposé argent. دونك هنا غنقول هاد لي جوج لي يوز كيس باش نتيري الفلوس اولا ندخل الفلوس للبنك شنو هما الحوايج اللي هي مشترك دونك نعم لا كارت مالا تكون لا كارت وي متفق معاك وي ولكن باش ندير هاد العمليات بجوج
normalement كاين واحد في دوك لي زالغوريثم اللي غادي يعطيني اما روتري ارجون ولا ديبوزي ارجون كاين شي حاجه كومون كاين دي سيكونس كي سون كومون كاينين هنا كاينين فوالا بحال دابا مود باس دونك غادي نتيري فلوس غادي يطلب مني مود باس بغيت نديبوزي لارجون غادي عاودي يطلب مني مود باس لان ما يمكنش نعطي واحد الفلوس وهو ما عارفش شكون يعني دونك خصني نتاكد بان الهويه ديالي لذا كنقدر ندير تو سامبلومون بحال عوض ندير الكود كله هنا في روتيري ارجون وندير الكود كله في ديبوزي ارجون غنشد ديك الطرف مشترك وغنديرو على مرة نديرو هنا وغنعطي الاسم هادي غتستعملو ديما ولا دابا حاليا عقلو على هادي مزيان ديما محطوطة في امتحان ديما اكسيونمون دابا كاع لي لوجيسيال لا بليبار ديالهم ولا ضروري كغازو كاين غازو تخدمو غازو كون انا غازو كيدخلو بزاف في البروفيل كيدخلو بزاف في يعني لي بروفيل عرفتي لي بروفيل واحد داخل بسميتو وكاين واحد داخل بالفونكسيون ديالو لذا ضروري اي يوز كيس ولا تهدف ديال سيدونتيفي كل كان واحد عنده البوست ديالو اذا كان كل واحد البوست ديالو كل واحد كيدخل على البوست ديالو دونك اللوجيسيال كيكون لها واحد دابا لا ولا كيكون لي جوج ناس ثلاثة أربعة خصني نعرف شكون دخل ها كنا نعطيو لوكين وباسورد لذا هاد العملية كتسمى سيدونتيفي لذا هنا غنديرو انكلود كنديرو في هاد ستيريوتيب بحال ولا يوز انكلود كلاه اذا هاد العملية اشنو درنا شدينا واحد فيلتو واحد بحال واحد الطرف ديال الدوما سكريبت بحال قلنا كاين هنا وكاين هنا بحال عملنا به درنا عملية تعليم بحال درناه كومان اونتخ لي دو سي سامبل سي كلار اذن اون تو سامبلومون فاكتوريزي ميتر اون فاكتور تعميل فاكتوريزي دي كومبورتمون ايتو اي كي سون كومان كومان ا بليزيور كومان هنا كي كومان كومان ا بليزيور اي سون ايتو ا بليزيور كا يعني كومان بيناتهم كاين عند الاول والثاني والثالث والرابع بزاف لي يوز كيز عندهم اللي داك نعملو هذا كاع دوك اللي كيخدموا بها كنديروا لي اما ايتيليزي ولا انكلو سي كلا دونك سي سا لو برينسيپ ديال فوالا اذا بحال هكا غادي يولي تو سامبلومون كليون عندنا روتيغي ارجون عندنا ديبوزي ارجون اللي دا غنخرجو لي يوز كيز سموها هنا اوثنتيفيي كارت ولا كما قلنا سيدونتيفي نتوما ديما نوليو ديروا هذيك الاولى اللي كما قلت لكم اللي هي سيدونتيفي الاغلبيه ديال لي لوجيسيال حتى في الامتحان غتلقاو ديما سيدونتيفي توجور توجور دونك ان كونساي هذيك ما تنساش لي يكون فوق ديما الاغلبيه ولات اذا غندوزو دابا سيت فوا سي ان اوتر تيب دو ديبوندونس ce qu'on appelle une dépendance d'extension, le deuxième type. Donc, qui m'a donné la le nom d'extension. Il y a une étape de deux. C'est un genre, comme dit nous, une fois, extension. Donc, il indique qu'un cas d'utilisation, il utilise facultativement. Ah, il y a option. C'est une option, c'est facultativement. Sous certaines conditions. Il m'a dit l'option, et il m'a fait l'option.
كما لاحظتوا il est représenté par une flèche pointille وفوق منها كنديروا une étiquette كتسمى extend extend étend pointant vers le cas d'utilisation étendue donc عندنا exemple بحال عندنا الكال الاول والثاني الكال الاولى d'utilisation lequel tient il y a deux obligatoirement la relation liée externe liée pointille obtenu normalement il y a je connais mes tâches à l'autre il y a normalement avec deux il y a l'extension de l1 comme elle dit l1 il y a deux extension tient le 2 il y a rien qui nous dit le cas 2 tient à l1 il faut faire qu'il y a l'un ولكن نقدروا نجيبوا مره مره الكاد ديتيزاسيون نيميرو 2 نعطي اكزومبل كا اكزومبل مثلا غنمشي باغ اكزومبل عند كما قلت قبيله نيت هذاك المكان اللي عطيت قبيله ديال ندخل كليان ولا باسيون مريض دونك فاش كتمشي عند داك الطبيب تلقاك ديك السكريتير اللي عنده كاتبه ولا شنو تقول لك لاكارت ديالك واش فيه جيتي دونك هنا شنو كاين الاحتمال الاول هو انك انت عمرك جيتي هو غتضطر تاخذ من عندك لاكار وغادي تعمر لك فيش اون فيش اللي فيها بحال غدير لها سكريبتيون ومن بعد عاد غتولي حتى بحال كليون الاحتمال الثاني هو انت كليون ديجا انت باسيون ديجا جيتي عند هذاك غتمشي تقلب لك على هذيك الورقة ديالك باش تدخلها للطب يعني في الحقيقة شنو هي راه خصك تدخل ديما المريض ولكن راك تدخل ديما إلا في حالة ديما كتقلب لي على إلا حالة كان جديد دونك هذيك الحالة ديال أنك تدخلك ديك لاباز دوني ديالها كتكون مرة إمتى هي في حالة كتبقى جديد دونك فيما عاود ترجع عندو صافي ديباسيتي هاد لاكو سي كلار بحالاش بحال دابا غندخلو للانترنت غندخلو للانترنت بحال دابا دخلت من جوجل كروم مثلا يفو ندخل السيت غادي يقول لي مثلا ندخل الايميل ديالي غادي يقول لي عطيني اللوغين والباسورد ونعطيه لي ولكن نعاود نحل الباج اخرى ما يبقاش يعاود يطلبها مني صافي دخلت دونك النوبه الاولى عطيتها له ولكن مجرد ما نقطع ونعاود ثاني نرجع عنده غادي يقول عاود ثاني دخل المود باس واللوغين سي كلا باش نتكونيكتا داك الايميل ديالي دونك سي سا دونك تو سامبلومون هاد الطرف اللي هو خرجنا على برا بحال كنقولو كنستعملو قريب بحال هكا ثاني كيما قلت ديال الكليان فحال لك الشريك تتعامل معاه بوغ لا بروميير فوا غادي ياخذ المعلومات ديالك ككليون بحال دابا دخلت سيت كندير به مثلا لاشا ديال واحد كتشري به دي برودوي دونك النوبه الاولى غادي يقول لي شكون انت خاصني نعمر لي كاع المعلومات ديالي ككليون ولكن اين فرجع على داك لو سيت ما غاديش عاود يطلب مني هذوك المعلومات يسوفي باش نبين ليها النمره مجرد ما نكتب ليه النمره كيمشي كاع المعلومات كلها كيقلب عليها في الباز دوني كيبينها لي دونك نقدروا نهضروا على بحال دابا باسي كومون باسي كومون اسمو لا باسي كومون ونديرو يوز كيز نسميوها سميتها اونجستري كلي دونك لا سميتو انسكريب كليون دونك انسكريب كليون كدير غاهم الا بالنسبة لي كليون جداد اما لي كليون لي هما قدام صافي دير تو كندوزو لاكوموند نباسي الكوموند دونك اون باس الكوموند دون تو لي كا ولكن اون انسكري لي كليون جوست سيت فوا حتى كان ان هو كليون اذن هنا استعملنا لا غولاسيون لي هي اكستاند Donc, le cas d'utilisation étendu, il contient une liste de points d'extension. Un point d'extension, il est
composé d'un nom suivi d'un numéro étape. Les fils d'emplacement. Le cas d'utilisation, il étant, qui étant, indique dans sa description sous quelles conditions il se déclenche. Donc maintenant, l'acteur le roi utilisateur, un acteur d'utilisation il y a un, fera des missions, fera des étapes. Faites les étapes, comme selon les points d'extension, les points, les fions qu'on se met dedans, qu'on dira l'appel. L'appel, dialèche, dialèche, dialèche l'emplacement, dialèche l'emplacement. ديال واحد الفيشي ولا ديال واحد سي بروتين وكم سا كنعوتو على بحال كنعوتو على اكسترن بحال دابا هنا اون بلاسمون 1 كنعوتو على تو سامبلومون الكاد ديتيزاسيون 2 الكاد ديتيزاسيون 2 فيها هادشي هنا كاين بحال تو سامبلومون دي زالتيرناتيف كاين دي زالتيرناتيف كي دي دي زالتيرناتيف كاينين دي بحال هاد سويتش بحال في لابروغراماسيون درتو واي درتو واي كاين طون كو كاين ريبيتي جوسكا كاين مثلا سي فوالا بحال دابا سي نقدر نتيستيو نقولو سي مثلا هاد لا كونديسيون فيرفي اشنو غدير يقدر يحل ليا في شي خر بحال دابا واي طون كو يبقى يقدر يدير نفس المهمة يعاود ولا يقدر يدير يعاود يعمل في شي جديد بحال كيس واحد كيس كيس حتى هي كيس بحال الا كانت هاد الكا كيس يعني كا اش غدير كيس كي مثلا كنعطي وين وكنعطي لا فالور اللي خصو يدير كنقولي وين اش غادي يدير دال المهم بحال وين كاين واحد دال وين مثلا لا فالور دال اش غادي يدير وين لا فالور دال اش غادي يدير وين يعني كونديسيون دال ريبونس وين كونديسيون دال ريبونس ولا كيما نقول اف كوا كونديسيون ريبونس ا ايلز كندوز ثاني وقبل اف وكنبقى غادي كنسويتش كندخل دونك سي كوم سا يمكن لي ندير لو بوين ديكستونسيون بحال كان الاول كان الثاني كان الثالث ونحل لي في شي ونحل لي لي يوز كيز بالضبط دونك il permet d'ajouter à un cas d'utilisation un comportement exceptionnel. Donc, c'est une exception. Complexe, yani hors cas nominal. Donc, là, هلا غالبا هاد هاد الاكستن كنحط الجبور فيها هلا سي جامي وقع بروبليم شنو الحلول الممكنه ولذا كنقول الحاله الاولى اش غادي يوقع الحاله الثانيه اش غادي يوقع الثالثه اش غادي يوقع دونك اللي ديتيرمين هاد الشيء بالنسبه للكا اللي هو انورمال اما النورمال عادي ما توقع فيها لا مشاكل لا والو كتكون داخله داخله في 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 اليوز كيس نورمال هي اللي هي اليوز كيس الانورمال كنخرجها على برا هي الاكسبسيون هذيك الاكسبسيون ماشي ديما كتاع فيها قليل لذا il détermine les conditions d'application d'un comportement alternatif donc le comportement qu'est-ce qu'on alternatif الحساب الحساب يعني كاينه بحال une condition Donc, il déporte alternatif au cas nominal, il déporte la description d'une exception significative dans un cas d'utilisation. Qu'exemple, ou retirer argent. Donc, si je retire une flouse, quel cas nominal, ou pas, est-ce que je vais dire, on écrit la carte, pour le mot de passe, on écrit les hâtes, on dit le menu, on dit que les retards, je vais dire, on dit retrait d'argent. غادي يقول لي خذ لاسوم اللي بغيتي غادي يعطيني المنيو نختار غنعطيه المنيو ومن بعد نمشي نقلب واش داكشي بغي ونمشي من بعد ياخذ لوكي ويجي يحسب الفلوس ويخرجهم ليا هذا نومينال دابا الالتيرناتيف الالتيرناتيف حاجه اخرى الالتيرناتيف هو بحال ديزيكسبسيون
شنو الاكسبسيون؟ هو انا نخطا انا اصلا في الوورد باس كتبتو لي خطا. دونك شنو خصو يدير؟ خصو يعرف السيستم كيفاش غادي يتعامل معاه. لي دام يمكن يعاود يعطيني الوورد باس خطا، عاود تاني الوورد باس خطا، غادي تيري لي لاكسي وغتبلوكا قبل لاكسي. هذا الحل الاول. الحل الثاني ما خطاش انا في الوورد باس، داكشي لي لي منو لي عطاني قال لي قال لي جبتي، قلت له غوتغي دارجو، عطاني منو قال لي خذ 100 200 300 400 500 1000 2000 اوتر، قلت له 2000. دابا هنا عندي مشكل، ممكن يكون عنده فلوس، ممكن لاكاس ما عندهاش فلوس، ممكن لاكاس ما عندوش سيفيزامون دارجو، ممكن ثاني الصول ديالي يكون تا هو ما يعني ما فيش ديك الفلوس اللي طالبه. ممكن انا نتيري يعني قبل تيريت، دونك ما عنديش ربما يعني لو دووا ناخذ هذيك لاسون كامل. اذا هاد كلهم سون دي زالتيرناتيف خاصهم يتخذوا بعين الاعتبار ونوجدوا لهم اشنو هما لي سوليسيون بوسيبل باش اللوجيسيال ما يبقاش في مشكل. لذا هادو كيتسمو دي زيكسيبسيون، حتى هما كيتخادو بعين الاعتبار. لذا هادو كلهم يمكن يخرجوا من داك النورمال، النورمال هو هذا وهادي اكسيبسيون. لذا الاكسيبسيون كنقول لها اكسترن، اكسترن سي كلار. وبالتالي لاحظوا هذيك اكستند اللي هي تريتي اوثنتيفيكاسيون كانكوريكس، سافو دير بان السيد اللي دخل الكود ديالو خطا. دونك الا دخلو كخطا اش خصنا نديرو؟ خصنا نعاودو نصيفطو لي ميساج كوم كوا بوغ اليرتي لو كليون، يقول لي اتونسيون لو كود الي ايروني، ونطلبو منو انه يسيزي من جديد لو مود باس ونعطيو لا مان، نعطيو لا مان، نعطيو لا سيزي، نعطيو يقول لي هاك سيزي. وين فوا سيزا خصنا نستقبلو داكشي اللي خدا ونمشيو نفيريفي، كان داكشي بغي غردوه لتا نورمال، غردوه لتا نورمال، غردوه لسيبغوتي. كان ماشي بغي غنعاودو معاه، نبقاو معاه في نفس ليوز كي في نفس ديك تريتي اوثنتيفيكاسيون انكوراد، نعاودو تاني الاليرتي، نعاودو نغدوموندي منو لا سيزي، ونعاودو تاني نقراو، ومن بعد تاني اللي كان خطا صافي راه التالت غادي ناخدو ليه لاكارت، وما ردوش كاع لسيبوتي سي كلار. دونك هنا بحال كنبدا كتولي عندي واحد الفيزيون كلير انا كيفاش غنتعامل بليزوم مع هذيك مع داك الكود. اذا ليدا فهاديك الكا ديكستونسيون ولا ديبوندون ديكستونسيون نورمالمون كتكون بعض الخطرات ان كومبورتمون اكسيبسيال كومبلكس دان كا ديتيزاسيون، ليدا خاصها دار في ان اوتر كا ديتيزاسيون ونستعملو ديك اللي هي اكستند، يعني غنخرجوها على برا نقولو لها هكذا. إذن هذا لو كومبورتمون اللي هي اكسبسيونيل اللي هي تريتي اوثنتيفيكاسيون انكوركس il doit être explicité dans le paragraphe exception. هذه خصنا نفسروها au niveau ديال الاكسبسيون là de la description du cas d'utilisation. donc هذه امتى غنجيبو ليها؟ حتى كان كود ايروني غنجيبو ليها، كان كود la carte envahie, moi je juge là. Je dis que tout ça fait normal. Idem, l'idem, le code dialogue qui confie, d'abord fait l'exception. Idem, qui m'a fait une là, fait la description de la use case, quelle est la mélodie que je me vois à la use case, à savoir le titre, que use case a un titre. عندنا واحد لوبجيكتيف ولا ريزومي، عندنا لي زاكتور
principal ومن بعد كندوزو لي زاكتور سكوندير فحال داك كانوا و بار لا سويت كندوزو اشنو هما لي سيناريو نورمال ولا نومينال عادي و بارفوا كيكونوا دي زالتيرناتيف ولا دي زيكسيبسيون هل الحاله الاولى الثانيه الثالثه اكسيتيرا دونك هنا كيكونوا عندنا لي زيرور على شكل عدد كنحاولوا نلوفيو هذوك لي زيكسيبسيون ومن بعد كما قلنا دوزو البري كونديسيون وما نساوش حتى البوست كونديسيون ثالثا كا ديال ديبوندونس كيتسمى ديبوندونس دو جينيراليزاسيون دونك هاد لو كا شنو كنديرو كنشدو في الكود بالضبط او نيفو ديال اليوز كيس اشنو هو الكود اللي هو كومان à un ensemble de use cases ou qu'on généralise ou un use case qu'on s'appelle use case abstract et dans cette case on parle de spécialisation ou généralisation donc l'IDA la dépendance de généralisation il indique qu'un cas d'utilisation il est une spécialisation d'une autre. Donc l'Ardina, le cas 2, c'est une spécialisation du cas 1. Donc, on dit qu'il y a un héritage. Il 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 y a un هذه مال هذه في وهذا الموت فيك تقول كاع داكشي اللي عندك اوتوماتيك لا عندكم اذا الى ريبريزونتي بار فلاش كتعني لي ريتاج فعلا هذه كتعني لي ريتاج هاد لي ريتاج غنشوفوها سوا في لي زاكتور وغنشوفوها في واحد ديغرام كيتسمى ديغرام دو كلاس ديغرام دو كلاس Il pointe du cas d'utilisation spécialisée, qui est le point de spécialisé, d'extraire, vers le angle lié QL. Donc il vous le dit. Tout le monde. Ben voilà, je vais vous quitter. Dans tout comme il y a le cas de l'imam qui combina, l'imam qui combina. وي بصفة عامة داكوغ دونك كي داو ياك كي داو واخا إلا قلت دابا الطبيب ديال السنان شوية غنقول لكم الطبيب ديال الجينيكو ولا السنان القاري وحده ناخدوها جينيكو مع بيدياتر ومع طبيب عام اش فهم جينيكو جينيراليست تري بيان كلهم اطباء عامين دابا شي جينيكو كيقدر يعطيك داكشي اللي غادي يعطيك جينيراليست حتى داك البيدياتر ديال الدراري الصغار يعطيك داكشي اللي كيعطيك جينيراليست ولكن جينيراليست ما يمكنش Normalement, le cas d'utilisation, l'IA 1, mais c'est totalement dès le cas d'utilisation 2. Ou avec le cas d'utilisation 2, que tu sais, le cas d'utilisation numéro 1. Donc, je peux lire, ou à ta fois. Je peux lui voir ça. Deux les retraites. Deux les voir. Je peux l'homme, mais il y a le kibira. Il y a un. Il y a le kibira. Donc, il y a un déchet à l'île. Tu vois, c'est pour l'édifice, la fidèle, il y a deux. Donc, deux, c'est une spécialisation, il y a un. D'accord? L'IDA, on parle d'héritage ou l'héritage entre use. Case. Est-ce que c'est clair?
واضح الان ديال فوالا ناخذو توجور دون لو كا ديال ديبوندونس فونكسيونيل ان اكزومبل دونك ان اكزومبل ناخذو مثلا اوفغيغ كونت المهم قبل ما ناخذو ليكزومبل دونك لا ديبوندونس دو جينيراليزاسيون بيرمي دو فاكتوريزي تاعيا واحد الكود يعني ان كومبورتمون كومون يعني كود اونتر كوا اونتر كا ديتيزاسيون بروش دابا الخوت كلهم كيورثوا من عند الاب والام كيورثوا كلشي دونك كلشي كيورث من يعني تابعين ليهم ولكن ما خصش شي واحد على غريب لا علاقه و تاوي يجي يقول لك انا نولد انا نو الخوت اللي هما تشيلش بلي بروش اللي هما قراب اللي هما نفس الصنف اذا لو كان ديتيزاسيون بلي جينيرال اللي كبيره كتسمى هاستخات بحال اش فاش كنقولوا داك الطبيب الطبيب كل واحد كيتغيلو فيكم شي حاجه داكا كيتغيلو دونتيس كيتغيلو المهم بصفة عامة هادشي علاش ابستراكت ابستراكت كيعني هنا غامض مبهم مبهم فاش كتسمع الطبيب كت اش كدير اش سي سول لي كا d'utilisation spécialisée qui sont exécutables. Normalement, je vais donner un exemple. Un job use case, c'est une ouvrir compte. Donc, un échantillon bancaire, vous voulez le récupérer ça. Qui est ouvrir compte? Ouvrir ça? Bien sûr. Qui sera bac? C'est bac. Abstrait, même fonche. Abstrait, il y a un rame. Donc, qui veut le poche métier? Bien le chef? كونت سور شاك نعطيك كارني شاك اولا ديبار ديال التوفير نعطيك كارني سوا كارني سوا شاك ديال شاك على هذه الطريقه وديال كارني على هذه الطريقه اخرى ولكن كلهم بجوج تابعين لوفيرتور ديال الكونت وتحل الحساب كدوز واحد بحال قلتي واحد بحال واحد المنظومه اللي عندك فيها جوج احتمالات اما تمشي مع صحاب دوك اللي غادي يفتحوا حساب ديال الشاك واما غتمشي تصحاب اللي غادي بحال اوبسيون اما الاولى ولا الثانيه فوالا لذا هاد لي دو يوز كيس كيورثوا من يوز كيس اللي هي غامضه اللي هي اوفغيغ كونت كلهم كيورثوا بجوج من هذيك يوز كيس سي كلار ناخذ ليكزومبل فوقاني Retirer argent. Retirer argent, il y a un retirer une flux. Donc, soit, mettons un cas exemple, retirer argent avec ticket. Ou là, sans ticket. Et maintenant, on a un ticket, ou là, sans ticket. On a un exemple plus concret, on va mettre un mobile. Quel est le type de. Ouvrir compte chèque ou là ouvrir compte épargne. Qu'exemple retirer argent. Très guichet, il y a des options. Parmi les options, je vais tirer le flux, il met tu à l'échelle. Par exemple, dirham ou la euro ou la dollar. Absolument. علاش بالضبط علاش غنخدموا هاد علاش غنفرقوا انا شي علاش كنعطي لكم باش تفهموا علاش غنديروا هاد اليوز كيس وغنديروا دو مينيو مختلفين علاش درنا هادي ودرنا هادي دابا لو عندنا الدولار وعندنا لورو وعندنا الدرهم غنضطروا نفس الكيشي كيخرج لينا هاد جوج غادي يخرج لينا ثلاثه هاد ثلاثه ديال لي دوفيز وبالتالي خصنا نديروا واحد ديستريبيتور واحد البلاصه اللي حطوا فيها الفلوس ديال الدرهم ونديروا فلوس فين غادي يكونوا الفلوس ديال لورو ونديروا فلوس فين غتكون الفلوس ديال الدولار دونك غادي يجي الكليون غادي يدخل لاكار وبغيت كيقول لي بغيت نتيري
غادي يقول لك اختار ثلاثة اورو دولار درهم، غادي ياخذ درهم داكوغ. دونك اللي دار لك الدرهم خاص داك الميساج يمشي بالضبط لهذاك البلاصه اللي فين كاين الدرهم باش يمشي يحسب الفلوس على حسب الدرهم. بغا بالورو خاص السينيال يمشي لذاك الكيشي الثاني اللي هو خاص بالورو باش يحسب ليه لا فالور اون اورو. و سي جامي بغا الثالث غادي يمشي ليه لهذيك الدوزيام اون اورو. Est-ce que c'est clair? Un autre exemple. Distributeur de boisson. C'est ce qui est le monade. Donc, on va dire maintenant 3 drams ou 5 drams. On va dire que je veux dire. Ou la kawa. Ou la kawa. Ou la snus. Ou la kawa. Ou la boisson. On va dire voilà, je veux dire coca. Ou la maintenant fanta. Ou la hawaï. مجرد ما نختار غادي يطلع واحد البغا واحد بحال ليد كتمشي داك ليطاجير وكتدفع هذيك البواط باش طيح في واحد سميتو واحد الشومه باش تهبط عندي انا لتحت. سي كلار؟ دونك سي سا هذا هو ليدي ديال هاد لي زوبسيون اللي كاينين في جينيراليزاسيون و سبيسياليزاسيون. كنت في الاول كذا معك دو فاسون جينيرال ولكن بقيت باش كتخصص نقول بغيت هذه كيمشي معاك بالضبط لهذيك هذاك الشومه ديالك اذا غتخدم هذاك الشومه. فهمتوا شنو قلت؟ باش غنصوب البروغرام غنهضرو مع السيد جينيرال في الاول اش بغيتي؟ بغيت هذه بغيتيري ولا بغيتي مثلا ديبوزي؟ بغيتيري ونقول ليه اش بغيتي تيري؟ نعطيه لي زوبسيون دولار المهم اكسيدون اورو اكسيدون. فوالا دونك هادي هي لا ديبوندونس دو جينيراليزاسيون.